لذلك وجود هذه الكلمة الدقيقة التي أخطأ فيها العلماء طيلة مئة سنة وفي القرن الحادي والعشرين تأكدوا أنهم مخطئون وأن الكلمة الدقيقة هي دخان سموك عندما أرى هذه الكلمة في القرآن قبل 1400 سنة أنا كإنسان منطقي أستخدم عقلي هل تريدني أن أقول أن هذا كلام فارغ؟ أو هذا كلام إنسان أمي يعيش في صحراء ولا ي... لا يعلم شيئا. التحليل العلمي الوحيد المقبول والمنطقي أن هذه الكلمة هي وحي من الله. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد. النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. ايها الاحبه الملحدون لا يزالون ينتقدون القران من دون ان يطلعوا على شيء فيه. انا اليوم سارد على انتقاد مهم يقولون ان القران ليس فيه اعجاز كوني. القرآن عبارة عن كتاب عادي جدا مثله مثل أي كتاب آخر مليء بالأخطاء العلمية وغير ذلك طيب أنا عندما قمت بدراسة هذا القرآن آية آية وكلمة كلمة القرآن أيها الأحبة عبارة عن ستة آلاف ومئتان وثلاثون آية قرأتها آية آية, آية وهو عبارة أيضاً عن 77432 كلمة، قرأتها كلمة كلمة. والله أيها الأحبة لم أجد آية واحدة تناقض حقيقة علمية يقينية أبداً. أبداً على الإطلاق، وإذا كان يوجد دلونا عليها. كل ما يضعه الملحدون عبارة عن افتراءات غير صحيحة. كل ما تجدونه على الإنترنت افتراءات افتراضات اوهام موجودة فقط في ادمغتهم ساضرب لكم مثالا اليوم احد الملحدين ارسل لي قديما تشكيكا بالقرآن العظيم يقول القرآن فيه خطأ علمي كيف تقولون ان السماء كانت دخانا والعلم الحديث يكتشف أن السماء كانت في البداية الخلق عبارة عن مزيج من غاز الهيدروجين، غاز الهيليوم، وهذه الغازات التي بدأت أو تشكلت في بداية خلق الكون، ويقول هذا الملحد بنية الغاز تختلف عن الدخان، لأن الدخان فيه مئات المركبات الكيميائية يعني فيه مثلا ثاني أكسيد الكربون سي أو 2 فيه اول اكسيد الكربون، فيه سيليكون، فيه فيه مواد كثيره جدا. بينما الغاز، غاز الهيدروجين عباره عن جزيئات هيدروجين بس. غاز الهيليوم عباره عن جزيئات هيليوم فقط، ليس فيه مركبات كيميائيه. وهذا الانتقاد حتى الان موجود على الانترنت للاسف يعني. ويكررونه باستمرار. وعلى الرغم من أن العلم الحديث اثبت تماما خطا اعتقادهم لا زالوا حتى الان يضعون على الانترنت هذه الشبهه ويقولون العلماء اثبتوا ان الكون ليس فيه دخان هو غاز في بدايه خلقه والقرآن فيه خطا علمي عندما قال تعالى ثم استوى الى السماء وهي دخان. طيب ايها الاحبه دعوني اخذكم الى وكالة ناسا التي اكتشفت اخيرا الدخان الكوني. العلماء بالفعل في البدايه كانوا يعتقدون ان الكون بدأ بسحب من الغازات فقط. وبعد ان تطورت معرفتهم وجدوا ان هناك سحب شكلها يعني يعني عندما قاموا بتحليلها او تحليل الطيف الضوئي الصادر عنها او المنعكس عنها قالوا هذا غبار كوني ظنوا وجود جزيئات غبار مثل التي نراها في الاتربه في الشوارع هذه الغبار ظنوا انها غبار مثل غبار الاتربه هنا يعني لان شكلها الخارجي يوحي بذلك ولكن أتصور في عام 2005 تقريبا وبعده استطاع علماء من وكالة ناسا أن يلتقطوا يلتقطوا بعضا من هذه الجزيئات التي تسمى غبارا كونيا دست ذرات غبار جاءوا بها وطبعا عزلوها عن الهواء وعن المؤثرات الخارجية وجاءوا بها إلى الأرض وأخضعوها للتحليل بالمجهر الإلكتروني فظهرت هذه الأغبرة الكونية أو السحب الكون التي تملأ الكون سحب غبارية تسمى أول ملاحظة تحت المجهر الإلكتروني قالوا هي ليست غازاً وليست غبارا وقالوا بالحرف الواحد لا تشبه الغبار ابدا بل ان افضل وصف لها هي كلمه دخان سموك وهذا الكلام تستطيع ان تبحث على الانترنت اكتب مثلا اكتشاف الدخان الكوني باللغه الانجليزيه او اكتب كوسميك سموك دخان كوني واقرأ الدراسات والاكتشافات حول هذا الموضوع ستجد أن العلماء في في دراسة لاحقة أيضا يعني قبل عدة سنوات قالوا إن الكون هكذا بالحرف الواحد أيها الأحبة إن الكون كان في بداية خلقه غرفة كأنه غرفة مغلقة مليئة بالدخان فاصبحت كلمه غاز كلمه غير دقيقه علميا وكلمه غبار مع انهم يستخدمونها حتى الان يعني السحب الغباريه حتى الان مصطلح موجود مثل مصطلح الثقوب السوداء مصطلح خاطئ ولكن مستخدم ولكن حقيقه هذه السحب الغباريه انها عباره عن دخان كوني فيه كل ميزات الدخان العادي مثل دخان السيجاره مثلا او الدخان المنطلق من من الحرائق له تركيب خاص الدخان معروف. طيب انا هنا عندما اقرا هذا الاكتشاف ايها الاحبه وعندما اتاكد ان الكون في بدايات خلقه بالفعل كان عباره عن غرفه مغلقه من الدخان الكوني ويقولون من هذا الدخان تشكلت النجوم والكواكب وحتى الارض، ارضنا هذه تشكلت من الدخان الكوني. <applause> ما رايكم؟ ولكن يسمونه غبار، يعني رغم ذلك يسمونه دست غبار. طيب. انا عندما اقرا هذا الاكتشاف ايها الاحبه. ثم أجد أن العلماء يربطون هذا الاكتشاف ببدايات خلق الكون، ليس الآن. يقولون الكون قبل 13 مليار سنة تقريباً كان مليئاً بالدخان في بدايات خلقه. يعني السماء في بدايات خلقها، في بدايات تشكلها، هي تشكلت من الدخان أصلاً. طيب عندما أقرأ هذه الحقيقة العلمية أمامي يقيناً، وهذه حقيقة يقينية لأنها أخضعت للتحليل المخبري. نحن الآن نرى الصور، نرى الصور هذه الجزيئات الكونية، الدخان الكوني، ونراها تحت المجهر، يعني ليست فرضية وليست نظرية، هذه حقيقة علمية. جسيمات صغيرة تم إحضارها وتحليلها ونراها بأعيننا، إذا نحن أمام حقيقة يقينية. طيب ماذا يقول القرآن؟ القرآن يقول: يتحدث عن بدايات خلق الأرض والسماء ماذا يقول ثم استوى إلى السماء هذا في بدايات خلق في سورة فصلت ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح، تعلمون هنا لماذا أطلق كلمة مصابيح؟ لأن العلماء اكتشفوا أن النجوم التي تشكلت في بدايات خلق الكون من الدخان الكوني هي نجوم شديدة اللمعان يطلقون عليها اسم المصابيح الكونية فلاش لايتس من شده اضاءتها يمكن لمصباح واحد او او نجم واحد اضاءته يمكن ان تعادل اضاءه مجره بأكملها شديده اللمعان هذه النجوم التي تشكلت في بدايه الخلق وهم يسمونها مصابيح كاشفه فلاش لايتس القران سماها مصابيح ثم استوى الى السماء وهي دخان ثم قال بعد ذلك في نفس الحدث او المناسبه وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم طيب بالله عليكم من انبا النبي بوجود دخان اصلا في بدايه خلق الكون ومن انباه ان النجوم التي تشكلت في البدايه لها صفه المصابيح شديده اللمعان والاضاءه <applause> يعني من الذي انباه بذلك وسوره فصلت سوره مكيه نزلت في مكه حيث كان النبي عليه الصلاه والسلام يجاهد ويكافح من اجل اقناعهم بلا اله الا الله يعني لم يكن يعني هذه 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 الحقائق الكونيه لن تقدم ولن تؤخر شيئا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا ماذا سيستفيد من حقيقة كونية يضعها في كتابه ستكتشف بعد 1400 سنة؟ لن يستفيد شيئاً. لذلك وجود هذه الكلمة الدقيقة التي أخطأ فيها العلماء طيلة 100 سنة وفي القرن الحادي والعشرين تأكدوا أنهم مخطئون وأن الكلمة الدقيقة هي دخان، سموك، عندما أرى هذه الكلمة في القرآن قبل 1400 سنة، أنا كانسان منطقي أستخدم عقلي. هل تريدني أن أقول أن هذا كلام فارغ؟ أو هذا كلام انسان أمي يعيش في صحراء ولا لا يعلم شيئاً؟ التحليل العلمي الوحيد المقبول والمنطقي أن هذه الكلمة هي وحي من الله. هي كلام الله عز وجل، وليس كلام البشر أيها الأحبة. وإذا كانت هذه الكلمة بالصدفة كلمة دخان طيب كلمة مصابيح هل هي بالصدفة أيضا؟ <applause> إذا هنا أخي الحبيب يعني بالنسبة للمشككين أرجو أن تطلعوا على القرآن بإنصاف بحيادية أرجو أن تقرأ القرآن فقط وتسأل بينك وبين نفسك من اين جاء النبي عليه الصلاه والسلام بهذا العلم من يستطيع ان يخبرك اليوم غير العلماء من يستطيع ان يخبرك ان الكون كان في بدايات خلقه غرفه من الدخان اشبه بغرفه مليئه بالدخان من يستطيع ان يخبرك ذلك ثم استوى الى السماء وهي دخان انظروا كلمه وهي هنا يريد ان يشير ان الدخان يملا الكون وهذا بالفعل هذا هو الواقع وهذا الذي تم اكتشافه واثباته يقينا طيب من يستطيع ان يفعل ذلك؟ انه الله عز وجل لانه بكل بساطه الذي يحدثنا عن الكون هو خالق الكون وهو الذي قال انزله بعلمه فهذا القران منزل بعلم الله طيب سؤال ثاني أنا ماذا يمكن أن أسمي حديث القرآن عن الدخان الكوني في بداية خلق الإنسان وعن تشكل في بداية خلق الكون وعن تشكل المصابيح في بداية خلق الكون هذا الحديث إذا لم نسميه إعجازا ماذا نسميه أيها الأحبة إذا لم يكن إعجاز إذا لم يكن حقيقة علمية يعني لو سألنا اليوم علماء الفلك وقلنا لهم ما رايكم بكتاب يدعي ان الكون كان في بدايه خلقه قبل مليارات السنين كان مليئا بالدخان، سيقولون لك صح 100% ما رايكم ان النجوم التي تشكلت قديما النجوم اللامعه هذه لو اطلقنا عليها اسم مصابيح سيقول لك سيقولون هذا هو الاسم العلمي اصلا فلاش لايتس مصابيح كاشفه تكشف الكون وتضيء حتى سحب الدخان الكوني وحتى ان العلماء يقولون لولا هذه المصابيح القديمه جدا التي تشكلت قبل اكثر يعني مليارات السنين لم نكن لنرى سحب الدخ... الدخان الكوني او نعلم شيئا هي التي تضيء وتوضح لنا مصابيح ولها عمل المصابيح تكشف لنا الكون تكشف لنا اجزاء الكون أيضا العلماء سيقولون هذا الكلام صحيح مئة بالمئة طيب هذا الكلام ورد في القرآن لماذا تقولون إن القرآن كتاب خزعبلات وكتاب أساطير <applause> يعني أعطوني آية واحدة فيها فيها أساطير أعطوني آية واحدة لا يوجد أيها الأحبة كل ما يدعونه كلام فارغ صدقوني كل ما يدعونه يعني يقولون لك مثلا القرآن أخطأ في كلمة دخان هك يعني هكذا أي كلام أي كلام يسوق لك أي كلام يخالف العلم يخالف الحقائق العلمية ويصر أن القرآن كلام فارغ لذلك ندعو جميع الأحبة أن يقرأوا هذا القرآن وأن يقرأوه بحيادية بإنصاف وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي بهذه الحقائق من يشاء من عباده الضالين إنه على كل شيء قدير سنستكمل إن شاء الله سلسلة الشبهات هذه لنرد على كل ما يدعيه الملحدون والمشككون بأسلوب العلم وأسلوب المنطق والعقل وأنا أفكر معكم يعني أنا نفسي أنا شخصيا عندما أقرأ هذه الحقائق أقرأها ايضا لازداد يقينا، لازداد ايمانا، لازداد اقتناعا. لا اقراها لادافع عن فكره ما لا ليست مهمتي ان ادافع عن القران له رب الاسلام له رب يحميه يدافع عنه، انا مهمتي ان اقرا واتفكر واذا وجدت معلومه نافعه احاول ان اوصلها لان افضل شيء يمكن ان يقدمه الانسان بالفعل هي المعلومه النافعه، المعلومه المفيده وهذه رسالة الإنسانية رسالة الرسل أنبياء الله كانت مهمتهم أن يقدموا للبشر المعلومات النافعة نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون يعني من الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق